ومتابعينا بصباحنا على اليوم، ووصلنا لفقرتنا الطبية. رح نحكي عن موضوع كثير مهم، وهو الالتهابات النسائية بفصل الصيف والأسباب وطرق التشخيص والعلاج أيضا. شو هو السبب يلي بفصل الصيف بيكتر الالتهابات عند السيدات؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية ومداوات العقم. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. يسعد صباحك. يا صباح الفل. أهلا وسهلا فيك دكتور أكرم. يعني دائما مواضيعنا هي خلينا نقول شوي حساسة وبتهم الأنثى، وخاصة إذا كانت موسوسة، فإذا صار عندها شيء دغري بتقول إنه شو هاد. فبداية خلينا نعرف ما هي المفرزات الطبيعية، يعني خلينا نقول هلا بعيد سما بدنا نفوت هلا بالالتهابات. المفرزات الطبيعية لدى الأنثى الطبيعية. أولا سيدتي بدي أقول لكم مبروك على الاستوديو الجديد، شيء جميل كثير. وأنا برأيي إنه يمكن من أكثر الشغلات الحلوة يلي واصلة لكل الناس، يلي فعلت تماما وتمثلت شعار سيادة الرئيس الانتخابي الأمل بالعمل. أكيد. فكان بده عمل كثير كبير، أنا بهنيكم ومبروك علينا نحن كلياتنا كمشاهدين وكضيوف. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباحك. هلا برجع بنقول لموضوعنا اللي هو شو هي المفرزات الطبيعيه. هلا سيدتي بنتفق انا وياكم على شغله، انه نحن بدنا نميز بين المفرزات والضائعات. اوكي. تمام. هلا المفرزات هي خلينا نقول المفرزات الطبيعيه يلي ممكن نشوفها بالانثى، وهي بدها موضوع لحالها، من هي وطفله ممكن نشوف عندها مفرزات طبيعيه لغاية حتى ما بعد المينوبوز، ما بعد سن اليأس، خلال كل مراحل حياتها بما فيها الإنجاب. هلا هذاك موضوع بعيد، يعني كثير بده موضوع لحاله. المفرزات الطبيعية عند أي أنثى هلا، سواء بنات ولا سيدات مثل ما حكينا قبل شوي، هي مفرزات تنتج عن مجموعة من الغدد الموجودة بالمهبل، موجودة بعنق الرحم، من الرحم أيضا ومن الأنبوبين. كل والغدد الموجوده هي كلياتها بتساهم بتطلع مفرزات طبيعيه. هلا مواصفات المفرزات الطبيعيه سيدتي هي اولا درجه البي اش، يعني درجه الحموضه تبعيتها. وهلا بيمرق معنا ليش هي الكلمه او الرقم اللي رح اقوله مهم، يلي هو درجه الحموضه يلي بدها تكون حوالي بين 3.5 ل 5، لانه القلونه الزايده بمعنى مثل ما ذكرتي سالي كثير شغله مهمه، لانه الموسوسين، لانه الموسوسين على كثر ما يعني اجراءات النظافه كثير بيشتغلوا عليها، كل ما فاتوا على الحمام وكل ما بلا بلا بينقلب هذا الشيء بالعكس. اي لانه بتقلب وقت الوسط الحامضي لوسط قلوي، الوسط القلوي هلا بيبقى بفوتنا بالشيء المرضي اللي عم نحكي عنه. فاذا بنرجع بنقول انه البي اش الوسط الحامضي قلنا بين 3.5 ل 5، تمام؟ تساهم في كل الغدد يلي بتعطي هذا المفرزات، يلي هي مفرزات غالبا تكون شفافة شوي فيها بيضة، بس مو مثل برش الجبنة. أثناء الفحص النسائي للسيدة مو للبنت، أثناء الفحص النسائي بنشوفها قريبة لعنق الرحم، بالرتج الخلفي موجودة لعنق الرحم، بتكون بيضاء ولكن ليس مثل برش الجبنة. هديك صرنا التهابات فطرية هلا بدها تمرق معنا. فإذا هلا منقول ليش بقى بتكتر بالصيف؟ هلا نحن بنعرف انه جسم الانسان ما نو مكنة، ما نو آلة معيرة، يعني بتأثر بكتير العوامل المحيطة فيه، ومنها اختلاف او الفروقات بدرجة الحرارة، وخاصة بهالكم يوم الشديدة جدا كانت درجة الحرارة. هلا يؤدي هذا لشوي منقول باضطراب بالاستقلاب بالجسم. اضطراب الاستقلاب بالجسم يرتبط ومرتبط بنفس الوقت بالتوازن الهرموني بجسم الأنثى، يلي يعتمد هرمونين أساسيين يلي لهم علاقة بالمفرزات، هن الاستروجين والبروجستيرون. فكمان منلاقي أنه تغيرت مواصفات هالمفرزات الطبيعية، زادت كميتها. هلأ يضاف لها شيء تاني بأيام الصيف، أنه الحرارة العالية، الترطيب الشديد، التعرق اللي عم بيصير يؤدي، وخاصة انه هي المنطقة يعني it's very sensitive، يعني حساسة جدا. فهي بالاساس في عليها فطور وعليها شوية جراثيم وشوية خمائر مثل اي جلد، مثل اي كائن حي بالطبيعة. فلذلك ممكن تتغير التوازن الموجود بيناتهم. هلا كلمة توازن بقى بدي اوضحها، نقطة مهمة كثير. كلمة توازن يعني البي اش درجة الحموضة اللي ذكرناها قبل شوي، وبتعني انه الوسط المهبلي بده يكون وسط
هوائي، بمعنى فقط جراثيم هوائية، فقط 1% بتكون جراثيم لا هوائية، لأن لا هوائية جراثيم ممرضة صارت، تمام؟ يعني صارت تسبب عنا مرض. فإذا هي المفرزات الطبيعية وهي الأسباب اللي ممكن تؤدي إنه تزيد بالصيف. نعم. دكتور خلينا نحكي أكثر، أيمت لازم نحس بحالة من الخوف؟ نعم. يعني إن كان عند الصبايا أو إن كان عند السيدات. عشان تراجع الطبيب. نعم، لمراجعة الطبيب واللجوء إلى الطبيب. يمكن كتير في من السيدات بيشوفوا يعني بيشوفوا هاي الإفرازات ولكن ما بيروحوا عن طبيب. نعم. بيهملوا حالهم. إذا تم الإهمال شو بصير وشو هو الشيء لازم يشوفوا لحتى يروحوا على طبيب؟ طيب سيدتي، خلينا نقول هلا نحن أنواع الالتهابات يلي بتعطي مفرزات غير طبيعية، تمام، يلي رح نسميها بقى ضائعات صارت. أوكي، يلي هي أكثر لحسن الحظ طبعا، أكثر هي السبب فطري المنشأ. وخلينا نقول إنه بالإحصائيات العالمية للدول المتقدمة 75% من كل أنثى وسيدة، يعني من كلهم بشكل عام، مرة واحدة بدها تصاب بالتهاب فطري على الأقل بحياتها. 75%، في نسبة حوالي 40-50% تصاب مرة لمرتين بالسنة بالالتهابات الفطرية. هلا يعني منقول سببها، هي لحسن الحظ إنه أغلب الالتهابات سببها فطري، لأنه عقابيل الالتهابات بمختلف أنواعها تختلف اختلاف شديد بحسب الأسباب. فلما نقول التهابات فطرية منقول نادرا ما تؤثر بعدين لاحقا أنه تعمل التهاب باطن رحم، التهاب مكان جرح القيصرية، أو أنه تروح على الأنابيب وتسكر الأنابيب وفتنا بعقم، أو أنه تعمل عنا مشكلة إسقاطات مبكرة إذا كانت التهابات جرثومية شديدة بأشهر الحمل الأولى للحمل. نعم. أو ولادات مبكرة ومخاض باكر لما بنقطع الشهر الخامس. فإذا منقول نحن الأسباب الفطرية لحسن الحظ هي الشائعة أكثر. برجع لسؤالك أنه شو ممكن تشوف وقتها؟ أنه منشوف وقتها ضائعات بيضة، ولكن مثل كأنه جبنا أرز جبنة وبرشناه فبينزل فتفيت تقريباً، بتشوف هاي المفرزات موجودة. هلأ قليلة الرائحة بتكون تسبب حكة وتهيج بالمنطقة، وغالبا ما تترافق بأعراض بولية. فبتجي الأنثى سواء بنت أو سيدة ما نعرف عن حالها هي قصة بولية ولا نسائية، بتلاقي ممكن تكون الأعراض طبعا مشتركة، وهنا يجب العلاج المشترك للحالتين. بلس أنه الدراسة للحالتين سواء أخذنا عينة من هالمفرزات للدراسة ولا منبعث المريضة على المخبر لتعمل فحص بول وزرع بول، لأنه ممكن يكون بسبب التجاور التشريحي الشديد بين المجريين البولي والتناسلي بتصير العدوى طالعة نازلة. وهي بالطريقة بنرجع منشوفها، برجع كمان كلمتك سالي أنه تبع الوسوسة، أنه الوسوسة زيادة النظافة وطريقة التنظيف الخاطئة يلي بتخلي بقى التهاب البولي بيروح نسائي. نعم. والنسائي بيروح بولي. فلذلك هم منفط بالقصة للآخر. طيب هلأ بقى منجي للالتهاب الثاني أو اثنين التهابين خطيرين بالأحرى، هن كمان شائعين أقل من بقية الالتهابات الأخرى، يلي هو الالتهاب البكتيريال الجرثومي والالتهاب بشيء اسمه تريكومونس يلي هي طفيلي أكبر من الجرثومة، يلي هو هدول بقى إصاباتهم يلي قد تكون تؤدي لعقابيل لاحقة يلي ذكرناها قبل شوي. هلأ منلاقي مثلا بالالتهاب الجرثومي ضائعات قيحية بمعنى الكلمة، منلاقي في أعراض عم تشتكي منها السيدة، خاصة صعوبة العلاقة أو الألم أثناء العلاقة. نعم. هي والزوج تكون في نشفان؟ لا، هو بيكون في ترطيب من المفرزات، ولكن ليس هو الترطيب الطبيعي، هو ترطيب عم يهيج المنطقة، عم يعمل حكة، عم يعمل إحساس هبة داخلية. الوحدة بتلك صعب اقعد، ما بقدر بقعد، عم بترقص كل النهار لأنه في شيء عم يشوكني بهالدرجة هاي، يلي ممكن تروح تؤدي بالنهاية لإصابة التهاب باطن رحم أو بتروح على الأنابيب بتسكر. نعم. الأنابيب بهي الحالة أو التريكومونس بقى يلي قلنا عنه الطفيلي وليس جرثوم، يلي هو 90% transmitted by sex يلي عن طريق العلاقات. ومن هون بيقول ملاحظة جدا هامة أنه الرجل قد يصاب من علاقة وحيدة فقط عند امرأة عندها تريكومونس، وبصير هو معدي بقى للأخريات. من علاقة واحدة ممكن يصاب الرجل، وقليلة الأعراض عند الرجل. تمام. هلا
منروح بقى للالتهابات الاخرى يلي هي من الا تي اس دي يلي هي ترانسميتد باي سكس يلي عن طريق العلاقات الجنسيه. هي يعني التهابات لحالها هي موضوع ثاني بدها حلقه كامله لحالها. تماما. نعم نعم. يعني دكتور يمكن في كثير من النساء او البنات يعني نعم. بيستخدموا. نحن بالبدايه الحديث حكيت عن نسبه الحموضه يلي نعم. هي تماماً. بين 3.5 ل 5 تقريبا. بيستخدموا الغسول النسائي بشكل متكرر، فبعض الأطباء بيقولوا أنه سبب أحياناً الالتهاب أو النشفان هو هذا الغسول، يمكن لأنه عم ينزع نسبة الحموضة الطبيعية عند المرأة. لأي حد هالمعلومة صحيحة بدنا نعرفها منك سيدتي؟ لقلك شو ما كان شيء، لو كان أي شيء كان بحياتنا مهما كان يعني extremely perfect يعني للحد الأقصى هو بالتمام، ولكن إذا بيزيد عن حده بينقص، أو إذا بينقص عن حده بيعمل لها مشكلة. تماماً. بمعنى أنا بقول نصيحة لكل بنت ولكل سيدة إنه يكفي كل الأسبوع إنه إذا بتعمل إجراء نظافة هو المي والملح فقط لا غير. أه. أوكي. هلأ منقول إنه إذا بدها تعمل قبل العلاقة أو لأنه خلصت من الدورة الشهرية أو بلشت شوية دورة تمشي حاليها وفي رائحة دم الدورة البيريد اللي عم تجيها انه هي عم تكون رائحة حامضة شوي مزعجة لها، من الا اذا كانت سيدة فيها وقتها تستعمل غسول داخلي نسائي معقم اكثر. البنات خارجي بده يكون كل شيء تماما. نعم. اوكي. نعم. البنات الحزن الخاص اقل اصابة لانه ما في عندهم علاقة بيكون لانه غير السيدات المتزوجات، فمنقول لهم مي وملح كافي. منقول مرة بالأسبوع إنه يكون في عنا إجراء نظافة أعمق شوي، ممكن نطلع على مي وبابونج أو المعقمات اللي عم نحكي عنها نحن، ولكن هون اختيار المعقم سيدتي جدا مهم. بمعنى إذا في عنا، برجع للالتهابات اللي حكيناها، عنا التهاب بكتيريال جرثومي بهذا بتكون الوسط الحامض المهمل صار قلوي، فبدنا نعدله بوسط حامضي حموضته عالية، فبنلجأ للوسط الحامض للغسول اللي هو مثلا نرجع للي 3.5 البي اش تبعه، ما بيلجأ للخمسة ونص اللي هو ممكن يكون إجراء طبيعي، إجراء إنه زيادة نظافة وهفافة كل أسبوع مرة. نعم. دكتور خلينا نحكي بموضوع كمان كتير مهم وفيه لغط، هو عند المرأة الحامل والالتهابات. يعني لا. كتير منشوف السيدة حامل بصير عندها كتير أنواع من الالتهابات، وهون بيقف بعض الأطباء بحيرة من المعالجات، وأحياناً هي الالتهابات يعني كتير بتزيد وبتصير مضايقة جداً للسيدة الحامل. طبعاً. خلينا نحكي من شو منشأ الالتهابات لعند المرأة الحامل وشو لازم تتصرف أو يتصرف طيب. الطبيب. سيدتي لكي بتشكرك جداً على هالسؤال، السبب لأنه بيتناول شريحة كتير مهمة وخاصة بالحمل الأول، فبتلاقي كل التركيز وكل العناية والاهتمام لأدنى عرض ممكن تشتكي منه. بشكل عام المفرزات النسائية بتزيد أثناء الحمل، السبب هو هرمونات الحمل. السبب الثاني إنه الغدد اللي ذكرناها اللي تفرز مفرزات طبيعية بالمهبل هي بتزيد من إفراز الجلايكوجين يلي هو السكر طبيعي، بتزيد عليه شوي مفرزات بزيد الترطيب، فلذلك هذا من إلا طبيعي ما تخاف منه. ما لم يصير عنا بقى أعراض تانية مرافقة، رائحة غير مقبولة خاصة إذا كانت رائحة مثل رائحة السمك الفاسد أو رائحة البيض الني، هي منقول لا دخلنا بالمحظور، هون يجب العلاج. بقية الحالات من إلا نكتفي فقط إنه نطمنه وننتبه ما يكون في انتان بولي مرافق تماما، لا نحط له خطه علاج له، ومن الا يكفي المي البابونج والمي والملح. يعني علاج المراه الحامل نفس علاج المراه الغير حامل؟ لا. هون في ادويه وقتها لما بصير عندنا التهاب جرثومي او التهاب تريكومونس او شيء، وقتها بدنا نكون كثير حريصين بالادويه وبحسب عمر الحمل باي ثلث من اتلات الحمل، لانه ممكن يكون هذا الدواء مسموح يعطى باشهر الحمل الاخيره وغير مسموح انه يعطى باشهر الحمل الاولى. فلذلك نعم. هون بيختلف طيف العلاج، الدقه والانتباه. طب اي اكثر بصير حالات التهاب بالاشهر الاولى ولا الاخيره؟ لا الحالات كل ما تقدمنا بالحمل اكثر. عن جد؟ نعم نعم، لانه غالبا باشهر الحمل الاولى لسه التبدلات الهرمونيه ما انا كثير قويه، وبالتالي استجابه الجسم لهالتبدلات لسه ما صارت قويه، المفرزات ما بتكون كثيره، وغالبا باشهر الحمل الاولى بيكون العلاقه وخاصه مثل ما قلت بالحمل الاول
العلاقه بين الزوجين بيبتعدوا عنا شوي، فكمان بيريح المنطقه من ناحيه تغيير البي اش الوسط الحامضي تبعها، فلذلك بتكتر بعدين. نعم دكتور، يعني يمكن تفاصيل مهمة حضرتك يعني فدتنا فيها قبل الختام. كورونا دائما نحن ما فينا ننسى هذا الوباء اللي مسيطر علينا، وخاصة يمكن النساء، خلينا نخصهم لانه حضرتك اليوم خاصين النساء بالذكر. نحن بشكل عام رح نحكي كمان غير بشكل النساء. عام خلينا نحكي بشكل عام احسن عشان ما يقولوا بس نحن متحيزين لهم. تفضل دكتور نسائي شو بدي اعمل وزيتين ما شاء الله عليكم بتجننوا. هلا بدي اقول شغله، انه اولا مشان نساء الحوامل لقاح الكورونا امن. لقاحات خلص قولا واحدا. هلا الشيء اللي بتمناه سيداتي يلي هو من كل شعبنا يتجهوا ياخذوا اللقاح. لهلأ نسبة اللقاح عنا ببلدنا ما تتجاوز 1-2%، مو لعدم توفر اللقاح، عدم لأنه الناس ما عم تستجيب أنه تروح تأخذ اللقاح. وبخاصة أرجو الانتباه بشدة. أدي معي وقت؟ معك. أوكي. تفضل. أرجو الانتباه بشدة، خاصة أنه العالم هلأ مقبل على موجة جديدة من كورونا بالمتحور الهندي دلتا. تمام؟ هلأ نحن أول شيء كان عنا المتحور ألفا، بعدين اجانا المتحور الانجليزي. ليش ما في استجابه دكتور يعني برايك؟ خوف الناس. هذا بيقول لك انه هذا اللقاح عم يعمل جلطات، وهذا يعني شي يوم اذا هيك مقابله قادمه رح جيب لكم هيك مثل نوت صغير وتسمعوا او بنحكي شو مخاوف الناس وشو الاقاويل المنتشره بين الناس حول اللقاحات، مو حول لقاح معين، حول اللقاحات. اذا هلا للحوامل هو امن كرمال موضوع المتحور دلتا الهندي هلا، لانه هلا طلع دلتا بلس وطلع لامبادا، بس اثنيناتهم هلا موجودين بالبيرو وقيد الدراسه والتحقيق هلا. بس المتحور الهندي رح اقول معلومه جدا هامه، نعم، لغايه هي اللحظه ليس هو الاشد فتكا ولكن هو الاشد انتشارا، حوالي 100% اكثر من المتحور الانجليزي. طب اخذين اللقاح هن ما بينصابوا؟ لو اصيب بس يصاب بدرجه اخف بكثير، فلذلك هلا عم نلاحظ انخفاض بنسب الوفيات ولكن ارتفاع شديد بنسب الاصابه. ما هي الفكره دكتور؟ بيقولوا اذا بدي اخذ لقاح واعلاميا ومنظمه الصحه العالميه شو بتحكي؟ عم تقول انه فيروس كورونا هو كل فتره بيتطور وبيطور حاله. تماما. فهون لازم تفسير علمي من قبل الاطباء انه نحن شو بنستفاد اذا اخذنا اللقاح ورجع الفيروس طور حاله. صحيح. طيب خلينا نشبهها بتشبيه بسيط. رح نفترض انا وياكم والاساتذه بالاستوديو هلا داخل علينا كتيبه عدوه، جيش عدو. تمام. هلا لو داخله علينا قبل هالمره وقدرنا نتعرف عليها هي الكتيبه، بمعنى جسمنا شكل خلايا ذاكره تجاه هذا الفيروس عن طريق اللقاح. أوكي. تمام. بالمره الاولى مثل هدول اللي دخلوا علينا من شي كم شهر رح نتذكروا من اشكالهم ورح نقدر نطلي تقريبا على 90% منهم. اما اذا ما انا اخذين لقاح عم بحكي بالنسبه للفيروس او كتيبه عدو دخلت هلا داخله لاول مره، نحن موجودين 6-7 بالاستوديو، فما في ولا واحد منا عنده ذاكره مسبقه انه هدول اللي انصاب. دكتور يمكن اللي انصاب وفي عنده لسه رواسب فيروس، يعني مثل كلنا انصبنا بكورونا. أكيد تقريبا. ويمكن تمام، يعني هلا دغري بياخذ لقاح ولا لا بينطر شوي؟ يعني مثلا انا صار معي كورونا، ليا صار معي كورونا. طيب خليني افترض انت ولا ليا ولا انا انه اليوم نحن اجتنا المسج انه روح ناخذ اللقاح. ايوه ما قلنا. طيب. زمان طيبين. طيب طبعا ما فيني هون كلمه ما قلنا زمان. نحن هلا مصابين نحن ثلاثه؟ يعني عندنا اعراض كورونا هلا؟ لا ما عندنا اياها، بنعطيهم روح ناخذ اللقاح. لو كنا لو المناعه موجوده؟ لو المناعه انه نحن عندنا شك عالي كثير انه نحن من كذا شهر اخذين لاقطين الفيروس وفي منا عاير الاضداد ولقى الاضداد انه طالعه عنده، بمعنى انه تعرف عليه. اوكي، اذا هلا نحن بهاللحظه يلي اجتنا المسج فيها هلا نحن ثلاثه سوا ونحن ثلاثتنا ما عندنا اصابه حاليا عم نعاني من كورونا، لازم نروح ناخذ اللقاح. لو كنا من شهر ولا انت من شهرين ولا انا من 3-4 شهور وصبنا باللقاح بناء على عيار الاضداد ولا على التشخيص الاعراض، يعني نعم. الشك بالاعراض تبعيتها. فلذلك ارجو الانتباه كرمال كورونا، خلينا نروح ناخذ اللقاح. لك سوريا وشعبها جميلين جدا. صحيح. وجيشها اجمل ورئيسها. صحيح. اجمل، خلينا ناخذ اللقاح. أكيد. ارجوكم. واكيد يمكن يعني
في تمييز بالاعمار بالداتا يلي بتبعتها عن معلوماتك الشخصيه؟ أكيد اذا لقاح ضار ما رح يعطوك اياه. أكيد طبعا. يعني هذا هي نقطه كثير مهمه يعني. طبعا فلذلك بقول لك نحن هلا الدول الغربيه يلي فتحت ولغت كثير من اللوك داون من حالات الاغلاق تبعيتها، هلا بالشتويه بانتشار متحول الهندي دلتا رح ترجع للاغلاق من اول وجديد. ورح اقول معلومه بسيطه، بالمتحور الهندي دلتا الكمامه القطنيه العاديه من تبع العمليات السيرجيكال الجراحيه من الا نحن، هلا اذا الواحد رح نفترض انه انا وليا وسالي لابسين الكمامه هاي، نسبه الوقايه منها عم بحكي للمتحور الهندي نسبه الوقايه هي حوالي فقط 10-20%. اذا ثلاثتنا لابسين الكمامه، هلا لما بنلبس دبل كمامتين من نون بتصير الوقايه حوالي 40-50%. الكمامة N95 الموصفية من منظمة الصحة العالمية بتعمل عالي وقاية عالية، هي اللي ينصح فيها هلأ حاليا. نعم. وهي available متوفرة وموجودة ببلدنا. نعم. يعني دكتور مع هالمعلومات القيمة بدنا نشكرك، بدنا نشكر وجودك معنا، وأكيد حيكون لنا وقفات تانية المواضيع ممكن نحن نسلط الضوء على تفاصيلها. شكرا لوجودك معنا نورت صباح. على عيني وراسي. كريم شكرا كثير لك دكتور لك المعلومات اللي قدمتها، يسعد صباحك ونهارك. صباحكم فل.